تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة استهداف المدنيين من الشعب الفلسطيني الأعزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الضحايا. وتحذر وزارة الخارجية من المخاطر الشديدة والتداعيات السلبية لهذا التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على رفضها التام لاستخدام القوة في مواجهة المسيرات السلمية التي تطالب بالحقوق العادلة للشعب الفلسطيني. وتؤكد الوزارة على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها الحق في قيام دولته المستقلة على حدود 4 من يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.